بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، تسلمت سعادة الدكتورة مريم عذب الجلهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية وسامة فارس جوقة الشرف المرموق من سعادة السيد إريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية بمملكة البحرين نيابة عن فخامة رئيس جمهورية فرنسا، وذلك في حفل أقامته السفارة الفرنسية. وأعربت سعادتها عن اعتزازها بهذا الوسام والذي يعد إضافة متميزة إلى الإنجازات التي حققتها مسبقا نظير خدماتها. ومن جانبه أعرب سعادة السيد إريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية بمملكة البحرين عن فخر وامتنان جمهورية فرنسا لسعادة الدكتورة مريم عذب الجلهمة لدورها الفاعل في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتعاونها الدائم في بحث سبل التعاون المشترك في القطاع الطبي بين جمهورية فرنسا ومملكة البحرين، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح. تشرفت اليوم بتقليدي وسام فارس جوقة الشرف من رئيس الجمهورية الفرنسية نيابة عنه من قبل السفير إريك، وصراحة هذا الوسام أنا أعتبره وأهديه لبلادي للدعم اللي قدموا لي طوال فترة يعني مسيرتي المهنية، ويحظى بهذا الوسام من خارج الجمهورية الفرنسية لمن عمل في مجال دعم العلاقات بين الدول وجمهورية فرنسا، والحمد لله تربطنا علاقة وثيقة مملكة البحرين وجمهورية فرنسا. وأتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية وللشعب الفرنسي على هذا التكريم اللي أهديه لبلادي ولأسرتي. Tonight I am glad and honored to award to Her Excellency Dr. Mariam Al-Jalahma. يسعدني ويشرفني أن أمنح سعادة الدكتورة مريم الجلهمة جائزة مرموقة ومهمة في فرنسا، وقد سلمت هذه الجائزة بنفسي للدكتورة الجلهمة باسم الرئيس إيمانويل ماكرون. هذه الجائزة هي طريقتنا للتعبير عن امتنان فرنسا لالتزام سعادة الدكتورة بالقضايا الصحية في حياتها المهنية ولدورها المهم في النجاحات التي حققتها في مكافحة جائحة فيروس كورونا قبل بضع سنوات. وهذه الجائزة هي وسيلة لنا ولفرنسا للاعتراف بدورها الأساسي في التعاون الصحي الثنائي بين فرنسا والبحرين. ونحن سعيدون جدا بتسليم هذه الجائزة لسعادة الدكتورة مريم الجلهمة وما قدمته من أجل البحرين ومن أجل العلاقات الفرنسية البحرينية.